ردا على ما عرضته الفلوجة حول قيام بعض المنظمات بمخالفة شروط السلامة وإنشاء مطمر أنقاض وسطي داخل المناطق المأهولة بالسكان، أكد مدير بلدية الموصل رضوان أحمد متابعة الموضوع والاتصال مع المنظمات المعنية لمنع تكرار هكذا أمور. بخصوص ما عرضته قناة الفلوجة بخصوص عمليات رمي الأنقاض ورفع الأنقاض من المدينة القديمة، نود التوضيح بأن هناك منظمات تعمل على هذا الأمر. هذه المنظمات يتم متابعتها من قبل بلدية الموصل. هناك يعني اتفاقات بأنه مواقع خاصة لتجميع الأنقاض بعيدة عن السكن تم الاتفاق عليها، تم حصول موافقات عليها. سيتم الاتصال بالمنظمات، يعني نحن لا نقول إنذارات ولا نقول، ولكن هناك اتصالات، هناك تعاون بيننا وبينهم. سيتم الاتصال بهم بصورة مباشرة حول هذا الموضوع، وإن شاء الله سيستجيبون لهذا الأمر، وفي حالة عدم الاستجابة سيتم رفعه إلى الجهات المختصة وإلى محافظة نينوى وإلى كل الجهات لعدم تكرار مثل هذه الأمور من قبل.